ديكلاراسيون كي يجي يحكي على غضب نتاعو على اللاعبين ومش باش يعطيهم شهيري ومش يعطيهم كلمات والمغادرين ويحث فيهم ويخرجوا من اسوار البيت الابيض. اول واحد كان يذكره هو سيف الدين الجزيري ومالغريس لا عمرك لا تسمع عمل بوليميك عمرك لا تسمع خرج عمل تصريح عمرك لا تسمع فهمتي مشى للكلاش معناها ولد عاقل عاقل دان بوان دو فيو حتى كومبورتمونتال معناها حتى في التصرفات نتاعو يخدم على روحه ويروح عنده عقد فهمني مع الزمالك وقع تجديد وظهر لي مره وعمل لي بريمير بيريود وقع تجديده حتى كي مشى معناها مرتضى منصور توا فهمتني رجع يخدم على روحه اول اجنبي في تاريخ الزمالك الكل كل شفت زمالك شفت خمسة شامبيونز ليج شفت خمسة سوبر كوب وشنو كذا شفت قداش لعبت من دربي في حياتها الكروية الكل ملي انبعثت كونتر الأهلي قداش مئات 150 200 دربي عمره ما اترونجي مركزوز في شباك الأهلي لوبيتا عمره تونس ديما حاضرة كيك ما تعرفش من يخرجوا لك لا جامي معناها لازمنا زيد نحطوا اون فالور ومن 2001 بغلب حازم امام مركزوز هو الوحيد اللي مركزوز 8179 يوم جمهور الزمالك ما راش اسم تكتب مارتين في السبوره كونتر لي ايش قولك ما ماركاتش الدوبلي جمهور يا ودي راه عقده كبيره عندهم هادي كونتر نو بينا هذاك انا نشوف الفرحه دوك الكبيره الحقيقه يا خويا عامل فيهم 21 سنه مربحت الاهلي والاهلي غادي معذبتهم راهو راهو ما عندكش فكره لا بويسونس ايكونوميك اللي عندهم القوه الاقتصاديه اللي عندهم كيما منشن بالضبط كوتي ميديا زاده لا ميديا نو بارلون با معناها 70-80% اكثر 90% يخدموا الاهلي والباقي ياكو شويات مع الزمالك وبرا وكاو دونك كي ترى سوبورتير تاع الزمالك يقول لك راني نشجع النجم الساحلي والترقي والنادي الافريقي عنده حق صديق عاملين فيهم راهو مشيت لمصر راهو فهمتي عاملين فيهم راهو معناها متعبينهم دام بوان دو فيو كورة فهمتني وراه الكورة غادي في مصر صديقي ساسو ليميت با للتسعين دقيقة راهو من اللي يقوموا الصباح من القهوة للريستوران للخدمة الكذا يوصلوا ويسميوا العباد بالكنية ناصر زملكاوي ونعيم أهلاوي ما سميهم بسميهم ناصر راهو باش تعرف معناها الدوغري متاع الشغف متاعهم الأهلي في فاز ترانزيتوار وحكيناها احنا قلت لك أخيب أهلي ريناها مستانس الأهلي تبدأ خايبة في المجموعات ومن بعد كي تخرج الربع نهائي تتحول وتولي يونيكيب فهمتني كابابل باش تقلع طراحة وكل شيء انت مستانس بالأهلي في كاردو فينال تعطي 6-7 بونتو السيمبا اللي هو فريق بلوز وموا من الصف الثاني عزوز ماتشوات سيمبا جاوا 6-7 بونتو معناها يفو با اوبلي هذه اوبورتونيتي لا هذه اوبورتونيتي للترجي زاد راه معناها ماكش باش تلقى الاهلي في بوزيسيون كيما هكا برشا دوت حلوه ترانزيسيون دوك انا بالنسبه لي ساباس بالمازيمبي راه الحقيقه المازيمبي انا اكثر ايكيب في الاربعه اللي موجودين هي اللي تخوف الروتور وين الروتور في في يا لوخ في مصر لا لا يا لوخ شيمشيو يلعبوا مساعتين في مازيمبي ولا ومن بعد الروتور في مصر تشوف العرض اي بون نعرفوا معناها تي بي مازال 80,000 و90,000 فهمتي والسيد اللي يبدا لابس بالاصفر ما عادش لو مونوار ما الحكم كان يسميه لو مونوار قال لك ما عادش يحبوا يسميه لو مونوار يتشائموا به ولا يلبس بالاصفر ولا بالاخضر هات تشوف العرض وحدك يلا باش نحكيو بعد شوي على الترجي هذا التونسي 27500 متفرج لمواجهه ماميلودي سان دانس اكسترا تايم اكسترا تايم صباح الخير تونس ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 تاع الصباح ديوانا فام صوتكم الخامسة نتاع العشية عمل ترانزيسيون دوك باش نحكيو على دوري ابطال افريقيا باش نحكيو على رونديفو مهم جدا بالنسبة للترجي الاسبوع هذا امام ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي 27500 تيكي بالنسبة لجمهور اسبيرانس ناصر البدوي انا قلت انه مع ظل الانفراستركتور قاعدة تتبع في الاندية التونسية لانه ما نصورش واحد يحب الاسبيرانس وعنده معناها لي مويان باش يمشي الماتش ما يحبش يمشي لانه تشوف انت حجم معناها التيكيات وغيره فما لابوني معناها اوكي فما زاد التيكيات تاع 10000 تيكي او 9000 تقريبا نعيمة دونك لهنا مرة أخرى الانفراستركتور تكون معطلة إنه باش نشوفوا رادس مرة أخرى معبي في رونديفو مهم قدام سان داونز في دوري أبطال أفريقيا. احنا نحكيو على 27500 على خاطر ما بين لي زابوني وتسكر هكا. إي معناتها بالحق معناتها اليوم وقت اللي أنا اليوم في مباراة كيما هكا في دور نصف نهائي ما نجمش نعمل نعبي استاد نتاعي والبوبليك نتاعي يدخل وقتاش يدخل بالله.
ببليك وقتاش يدخل معناتها وقتاش ينجم يحتفل. هي لوبجيكتيف نتاع الجمعيات الكل انا اليوم توصل لادوار متقدمه في الشامبيونز ليغ. اليوم هي حلم بالنسبه لاي جمعيه باش الاولاد الكل يكونوا موجودين في الستاد. احنا ما ذكرش الماتش اللي فات، الماتش اللي فات في ساعتين وفي تسكر تسعلاف تسكر وفي في ساعتين. ايه علاش ما نجموش نزيدوا العدد؟ اليوم هو استاد ما فيه 40,000 وفما مشكله كان نتاع البيلوز اللي في التريبيون اللي فيها فيسور ابارامون اللي فوق يخليها كان هي مسكره وحل الاستاد اللي خل كل خلي الناس تدخل تفرج. شنو اللي يمنع معناتها من الناحيه الماديه ومن الناحيه الرياضيه؟ شنو اللي يمنع؟ علاش ما فهمتش علاش؟ شنو اللي يمنع اليوم باش يخليه الترجي يا خويا ما عندنا بارتي فيها مشكله وهذيك نجم نمر امور امنيه تفوتنا الناس كل. لكن البارتيات الاخرى الكل خليه يستغلم الترجي، خليه يستغلم رياضيا جماهيريا حتى من ناحيه المعنويات من جميع على جميع الاصعده. ما فهمتش علاش معناتها القرارات كيما هذوما ناخذوهم؟ والله العظيم احنا بالرغم احنا مشاكلنا كبيره وكورتنا تعبه ويعلم بينا ربي على الاقل عندنا جمعيه اليوم واصله لبعيد وتنجم تهز شامبيونز ليغ وتنجم توصل دور نهائي. يا خويا الناس الكل تهزوا فير لافون، خليه تمشي نعطيوها الامكانيات نتاع النجاح. علاش نقعدوا هكا كل مره بالحق؟ البوا نتاع جمهور ليسبيرونس راه لهنا في المقابلات هذيا نعيمه. دونك لهنا تلعب كونتر سان داونز، فريق محترم ومحترم جدا ومازال كيها السوبر ليغ ويحب يمشي يلعبوا الترجي. حاتم غادي راه ساعتين غادي في الجنوب افريقيا، ساعتين ترشي الماتش اللي عندهم. لا لا الوقت سيء في سير الاغلبيه ساعتين ترشي ناي بسما ساعتين ترشي ماتش الروتور كونتر سان داونز. لازم الترجي تاخذ بايه من هنا من بكري. اليوم اخويا لازم نعطيو اليات الكل يا حاتم، لازم نعطيو اليات كل جمعيتنا يا خويا. راهو اليوم الترجي تمثل تونس ولا بد الناس كل تقف معاه الحق الحق معك. 40,000 تيكي يقول ناصر البدوي نعيمه في مباراه الترجي وسان داونز. ونعرفوا كما قلت البوان تاع جمهور الاسبيرونس في المعايد كما هذيا معناها حتى كي تبداو الملاعبيه كما مش حاضرين كوم الفو تسمع الببليك كيفاش يتكلم تشوف معناها انت مره اخرى كيفاش تبدا تبدل كومبليتمون الترجي معناها 180 درجه تولي جمعيه اخرى وراء جمهور حتى احنا عشناهم. سامحني انا عشتهم فرق ما بين انه استاد يبدا معبي وتحس الناس اللي التريبينات تقام مش عليهم فوق راسك معناتها فما لا موتيفاسيون تزيد راه ما تنجمش تفهمني اليوم الببليك يزيد وكي تلقى استاد معبي ملاعبي كي يدخل باش يعمل الشوفمون نتاعو يلقى استاد معبي راهو حاجات احساس راهو ما نجم يحسها كان اللي عاش الوضعيات هذوما. هذاك علاش انا اليوم لابد نحاولوا اعاده النظر في الحكايه هذه. ما نجموش نعملوا اعاده النظر لمثل هذايا نايم ولا سي القرار معناتها تم اتخاذه والقرار اتخذ بالحق يعني مهم جدا. اي انا نحن قاعدين نحكي ونحن قاعدين نتكلموا راهو على الجماهير وقاعدين نشوفوا وقاعدين نطالبوا انه عوده الجماهير تاعك انت توك من بعد باش نحكيوا على الويكلو معناها روبولوت نعاودوا من اول وجديد علاش الويكلو معناها فاش قام ويكلو انا اقرب حاجه ليك هي الويكلو خلينا نعاودوا نحكيوا. لكن بالحق ان احنا ناخذ اكبر مثال بالنسبه للاسبيرونس ماتش بيترو معناها شكون رجع في الريزلتا الاسبيرونس هي فورس فوكار الجمهور هو اللي رجع كي نجم بريميرو اسرت مومو في الماتش راه تنجم ترخ انت هكا تحس روحك اللي انت سي ساقيك ما عادش تجاوب. لكن انت وقت اللي تلقى للببليك وتلقى الجمهور وتسمع العيطه وتسمع الغناء وتسمع هذاك الكل الازيج نتاع الجماهير وقتها بالحق الملاعب يعاود كيما نقولوا يستلهم الفرصه نتاعو من الجمهور. اذا كان فما فرص انه 40,000 او 45,000 علاش ليه جينا فرص؟ راهو فما بالحق عندنا فرص قاعده تجينا كل مره لكره القدم التونسيه وهاو بين بالكيش يعني هاو شفنا جماهير الترجي الرياضي التونسي قاعده في من امتحان لامتحان مازال عندها ديجا شعر يظهر لي العقوبه يعني من امتحان لامتحان وكل امتحان قاعده تمر به الا ولقات معناها جمعيه جمعيه الاسبيرونس وقاعده شهر نورمالمون في بالي مازال فيه شهر معناها بالحق معناها ولا شبحه كبيره بالحق معضله كبرى هذه السورس اللي عند شوف هو مشكل الاسبيرونس راه هذه ما لا غالب الكاف حطتنا في مخنا احنا تونس حس الكاف عندها كان تونس عندها كان جماهير تونسيه وكانه البعبع نحن الجماهير التونسيه في افريقيا وكانه الجماهير الاخرى ما عندها حتى